السلام عليكم، شلونكم طلابنا؟ شلون اخباركم؟ تسمعوني زين؟ السلام دكتور. نسمعك. الصوت واضح عالي؟ اي واضح، كل زين. اللي ما يعرفني، انا دكتور محمد عبد الله، اخصائي الجهاز الهضمي واخصائي الباطنيه. كنت اتمنى هذا الاقبال اللي موجود حاليا، موجود بالدوام اليومي، بصراحه متعجبين احنا، يعني غريبة شوية، كان حضوركم سيء جدا باليومي، وهسه يعني فرحانين وحزينين بنفس الوقت، لأن هسه الإقبال جيد. على العموم يعني المحاضرة حتكون عملية واقعية، مو حكي الكتاب بالبروج العالية، حيكون عملي، شيء ينفعكم بالحياة العملية وبالامتحان أيضا. أوكي، نبدي اول شيء شلون نحكي ويا المريض. يبدي اخذ الهيستوري باخذ السلام. السلام على المريض. اوكي، السلام على المريض فن، حسب اللي اذا تشوفه قبالك، منو اللي قبالك؟ تباعه لابس غتره تحكي ويا شكل، تباعه لابس عقال تحكي ويا شكل، تباعه لابس قاط تحكي ويا شكل، يطلع استاذ جامعي شكل، يطلع رجل دين تحكي ويا شكل، كل شخص ويتم التعامل وياه بالطريقة المناسبة. واحد يقول له السلام عليكم، واحد يقول لهم شلونكم شباب، واحد يقول له هاي، واحد يقول له القوة، كل واحد، حتى المناطق تفرق طريقة السلام واحد ويا الواحد. حلو من يجيك واحد كردي وتسلم عليه باللغة مالته، فشي يعني يخلي المريض يطمئن لك من أول دقائق من الكلام وياك. شباب ماتي الصوت واضح؟ دكتور بس شوية الصوت ناصي. شباب الصوت ناصي لو هي جهازة؟ لا طبيعي دكتور، طبيعي. أوكي، ليش نأخذ اسم المريض؟ شنو الفائدة؟ أول شيء اسم المريض لازم يكون الاسم الثلاثي واللقب، أو اسم الرباعي يكون أفضل. وتتعجبون شلون أكو فد أسماء غريبة ومع ذلك تتكرر، ومؤسسات صغيره، مو فد شيء كبير، مو هيئه الجنسيه العراقيه، لا، بنص مستشفى صغير او استشاريه تباوع اسماء غير شائعه ومتكرره. هاي المسائل قد تسبب مشاكل كبيره، يعني يمكن تسمعون كلش كم سنه واحد يسوي له امبيوتيشن هو ما يحتاج امبيوتيشن، واحد يسوي له يدخل على كسور يسوي له براين سيرجري، ها كلها بسبب اخذ الاسم مثلا الثنائي. اوكي، بالاضافه لانه الاسم يعطيك انطباع عن المريض شنو خلفيته. واحد اسمه روبرت يجيك انطباع انه هذا من الطائفه المسيحيه، يجي اسمه شوان يعطيك انطباع انه هو كردي، واحد اسمه كومار، وهسه احنا عندنا بنغلاديش وباكستانيين وهذا هوايه، هذا يعطيك انطباع على انه هو مثلا هندي. اما اذا اجى اسمه وائل فعاده يعني بيتهم بالمنصور مو شرط بس ممكن. واحد اسمه هيله، هاي عاده يعني من urban areas، وكل واحد طريقة التعامل وياه، وكل واحد إلى فتشي يعني اجتماعي، وبعض الأمراض تصير أكثر بأهل الـ urban countries، بعضهم بعض الأمراض تصير بالأماكن الـ well developed، الـ industrial areas، كلها لها انعكاسات طبية بالموضوع. اوكي، ليش ناخذ عمر المريض؟ عمر المريض قد يكون المريض يانج، شباب. زين، شباب يعني مثلا هو صغير، ممكن يصير بي ميزلز، طفل عمره سنتين، ممكن اوتيزم، بيرتوسز، السعال الديكي، ما يصير بالكبار، يصير بالصغار مثلا. اذا واحد ميدل ايج يعني اربعينات، خمسينات، 55، الامراض اوستيوبوروسيس، مينوبوز، برايمري بيلياري كولانجايتس، هواي امراض تصير بس بهاي الاعمار. بس بالناس الكبار نفكر بالمايوكارد انفاركشن، بالجلطه الدماغيه، الهايبرليبيديميا، فالايج هم مهم جدا. ليش نسال شو يشتغل المريض؟ اول شيء الخطا الشائع عندكم بالامتحان انه تقول لي كاسب، او تقول لي موظف، او تقول لي عامل، هذني المسميات ما لها اي نفع طبي، لازم يكون
الكلام ماتك بينفع طبي، يعني مو تقول الكاسب، الكاسب قد يكون نزاح، قد يكون في ترشي، قد يكون نجار، وكل واحدة من ذن المهن لها خصوصيتها. فلازم نلتزم بأخذ الهيستوري المفيد طبيا. ها ما يصير أقول متقاعد، كان يشتغل كان متقاعد، يمكن يشتغل بالطاقة النووية، يمكن كان يشتغل راديولوجيست ومتعرض للإشعاع، ممكن كان يشتغل فلاح ويتعرض للأمراض اللي موجودة عند الحيوانات، وهكذا. لازم نحكي حكي مفيد طبيا، وليس هي يعني بس مجرد يعني نملي الاستمارة. شباب الصوت واضح؟ لأن أكو بعض الطلاب يقولون الصوت ما واضح، واضح لو مو واضح؟ واضح دكتور، واضح. أوكي دكتور واضح. إذا الناس اللي يقولون ناصي عندكم مشكلة بالجهاز مالكم. أوكي مثلا واحد في ترشي كار ميكانيك اكسبوجر تو بنزين، البنزين يسوي لنا اكيوت لمفوبلاستيك لوكيميا مثلا، يصير عندهم ديسك هيرنيشن، يشيلون شغلات ثقيله، سكين كونديشن لان هذول دائما يصير عندهم دهن وامور بايدهم فيصير عندهم اكزيما وجماعتها. واحد مثلا نجار كاربنتر يصير عندهم اسمة، تعرفون العراقيين يعني يستحي يلبس كمامه من يكوش الكوسره ويقص له خشبايه، هذا كله يسوي لنا اسمه. مثلا واحد يشتغل بمصنع مال تايرات، مصنع مال بلاستيكيات، هاي كلها يسموها اندستريال سولفنت لان كلهن يسوي اوكيوبيشنال اسمه. اكو كاربنتر صار عندهم ماسكولوسكيليتر ديس اوردر لان دائما يسموها ارغونوميك، شايفين متى تشترون الماوس يكتبون ارغونوميك يعني يريح الايد ما يخليك انت تنس او 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 تاخذ وضع غلط. وتعرفون النجار مالتنا وهذا ناس بسطاء، يعني الميز ما تقد يكون ناصي وينكسر ظهره او ميزه عالي وايده يرفعها، فكلها تسوي ماسكولوسكيليتال ديس اوردر. شايفين الناس اللي يشتغلون بالمطارات يحطون ذن الايرفون على مود ما يصير عندهم يعني اذى للاير مالتهم، فاحنا لا ما يلبسون هذا الشيء ودائما قاعد ياما ابو الكوسترا، هاي اذنه كلها تتاثر. مثل الممرضه يساعدها exposure infectious agents، عليها stress خفارات، تقعد الصبح للصبح تشتغل، همي musculoskeletal disorder إذا كانت تشتغل مثلا ممرضة مساعدة مع العمليات، العملية الوحدة طول 9 ساعات، تخيل نفسك إذا تشتغل 9 ساعات متواصلة واقف، عضلاتك تشتغل ومخك تشتغل، كلها لها تأثيراتها. بعد لازم نسأل المريض وين ساكن. من نسأل المريض وين ساكن، ماكو شيء اسمه وين ساكن والله ساكن ببغداد، ماكو هيك شيء. لازم تقول يعني ليش، عفوا شنو المكان، يعني بغداد بها هواي اماكن، بها امراض، بها كذا، مكتظه ما مكتظه، واكو اماكن لا ما مكتظه. يعني اللي ساكن بالمنصور يصير به امراض معينه، واللي ساكن بالحريه يصير به امراض معينه، وهكذا تفرق من مكان المكان. الأربن يعني المكانات الحضر احنا نسميها، بها air pollution ما بين اللي يسكن بالحقول وبالهذا ما يصير عنده air pollution. اللي بالأربن urban areas يصير noise exposure، اكو ناس مثلا قاعد يمسوق الصفافير او بيته على الشارع وقباله سيارات، كله noise exposure يعني يعتبر من pollution type من pollution مثل ما كلكم تعرفون. الأربن كونتريز العفو أربن أريز بيها سترس، يعني دائما هسه كطالب من الصبح لليل تسترس، امتحان على قراية على صبح على دوام على متأخر على ما دقت الساعة، ما بين الفلاح هذا عادة طبيعة مهنته أكو بيها وقت يتأمل يصفن، السترس أقل. الرورال أريز مثلا بيها ووتر بوليوشن، تيوبركولوسيز يصير عندهم تدرن، لأنه دائما يعني المناطق الريفية الكل شريفية، مو هاي أطراف بغداد، الريف يعني لا مجاري، نوبات ما واصلهم كهرباء، كلها تخلي فرق بالديستريبيوشن مع الأمراض. مثلا بالملاريا أغلبها بالجبال، البروسيلوسيز هو من الزونوتيك ديزيز اللي يصير بالفارمرز. الباراسايتس هم موجودة، بعض أنواع الدود والهذا ما تنتقل لنا عن طريق الماء أو عن طريق شغلات معينة، هم تصير بالرورال أريز rather than the urban areas.
مثلا واحد من اهل البصره نفكر بالسيكل سيل انيميا. السيكل سيل انيميا موجوده عند اهل البصره اكثر لان اكو جينيتك يعني ديفرنسز بين اهل بغداد وبين اهل البصره. مثلا ساكن يم المطار يصير عندهم امراض معينه مثلا ايربورت ملاريا. ها شنو مثلا واحد جاي من افريقيا طياره وبقايا فاتت بالباب، من تفتح الباب تطلع البقايا، هاي البقايا ما يلائمها جو العراق، هي بيها ملاريا بس ما يلائمها جو العراق، تموت ما تقدر تتكاثر، فتطلع تسوي لها انفكشن الواحد شخص واحد بس دار من دار المطار من ذن الملاريا النادرات اللي ما موجوده بالعراق مثلا يعني، وتروح ما تسوي لا ابيديميك لا تنتشر لا شيء، فيسموها ايربورت ملاريا، هاي واحد من الامراض. بعد اكو كانتريز هسه بلدنا منفتح يعني هواية جنسيات تجي للعراق، واحد هندي، هندي هسه وجاي هالايام قبل تخاف من السترينز نيو سترين اوف كوفيد 19، مو صحيح هذا واقعنا الحالي؟ واحد جاي من تشاينا تخاف من عنده من الانفستيشن ورم انفستيشن، خاصه اذا جاي من المناطق الشعبيه مال الصين. الافريكا بها هواية اتش اي في، ايجيبت بها هواية هيباتيتس سي، وهكذا. السوشيال ستيتس كلش مهمه. شنو يعني سوشيال ستيتس؟ يعني متزوج، ما نقول unmarried، دائما انتم تقولون كلمه unmarried يعني كانه ما تسجستشن انه يعني ما يعني المفروض هي متزوجه بس ما ادري ليش ما متزوجه. تقول single، لا تقول unmarried. married separated يعني ما مطلقين بس ما عايشين، يعني واحد يم الاخ. widowed يعني ارمله. خوش كلها امور مهمه. live together يعني بالعراق ما موجوده على حد علمي لحد الان، انه عايشين سوا بس هم ما متزوجين. كلها ترمينولوجي عالميه يعني احنا اصور يعني سوشيالي ما واصلين مرحله live together بلاي زواج. الديت اوف ادمشن هاي هم خطا شائع عندكم. شو تسوون؟ تقولون التاريخ. من تقولون التاريخ اغلب الاكزامينرز هو ما يعرف التاريخ ايش قد، واني منهم يعني ما حد ذكر التاريخ ايش قد، وإذا ذكرت التاريخ مال هاليوم مش قد فيراد لي فد معادلة بين ما أعرف يتي قصدك شو وقت وهسه شو وقت. فالأفضل تقولون الاثنيناتهم. شو تقول؟ تقول the patient was admitted 5 days ago on the 1st of March وهكذا، بحيث تذكرين الطريقتين بحيث الإكزامينر ما يقعد يصفن صار له قد داخل المريض. لازم تذكر source of information. يعني شنو source of information؟ يعني المريض قد يكون هو unconscious فناخذ the information was taken from the patient wife، أو المريض طفل ما يقدر يحكي أو ما موثوق كلامه، يعني طفل عمره في 10 سنين، تقول the history was taken from his parents، أو قد يكون هو طالع هو وجماعته وأصدقائه وصار به في illness معينة وهو ما يقدر يحكي أو unconscious أو طبع عمليات. So the history was taken from the patient's friend. نوبات witness ما له علاقة بالمريض، واحد اندعم أو صار بي سيجر وقع بالسوق، إجا واحد من حلال شاله وداني للمستشفى، فتقول the history was taken from a witness, unrelated witness، واحد شافه بالسوق وجابه، أبو تاكسي وجابه، وهكذا. Chief complaint على ما يبدو إنه هو سهل بس بالحقيقة هو جدا صعب، ولحد طلاب البورد ونوبات يعني صعبة تقول شنو تشيف كومبلين، صعب تحدده لأسباب علمية، وطبعا الأسباب إنه المريض ما يحكي هاي طبعا هاي مشكلة أخرى. طبعا بالامتحان أبد لا تقول الحكاية بأنه دكتور والله هو ما قال لي أو كذا، مجرد تعطيني انطباع إنه أنت ما عندك ذاك الأسلوب القوي بحيث تستخرج المعلومة من المريض. هاي مو حجة، والله مريضي ما تعاون وياي، والله مريضة شو هذا زهقت روحها وما يحكي، هذا معناته أنت أعطيت انطباع على أنه أنت ممل أو ما عرفت تحكي وياه بالطريقة الصحيحة. شنو تشيف كومبلين؟ السبب اللي خلى المريض يجي للمستشفى. أغلبكم شو يسوي؟ يترجم الكلمة حرفيا، يقول له ما هو السبب الرئيسي اللي خلاك تجي للمستشفى؟ هذا الطريقة مو صحيحة. المريض يحس بتضايق أو 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 قد يفهمها انه انت تتعالى عليه، بتحكي باسلوب مو اسلوب العراقيين يعني الشخص العادي، فانت تستخدم الكلمات اللي تستخدمها ويا اهلك. خيرك جابك للمستشفى، ها سولف لي شنو اللي صار هالايام، ها شنو سولف لي مرضك شلون بدا، وهكذا. اوكي
اللي ترك الثانية إنه المريض إذا اختار إنه ما يبدي بالشيف كومبلين الطي راحته. يعني شنو؟ قلت له شنو اللي جابك المستشفى؟ قال لك ها يا دكتور همزين سألتني. المريض قبل 3 أيام صار لا 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 قل لي شنو أول شيء اللي جابك المستشفى وظلت لح عليه بهالطريقة إلى أن يضوج منك. لا أنت خلي قدمك على صفحة وخلي سوالف يمكن هو بدأ بالهيستوري أوف بريزنت الناس وأنت من يمك حتستنتج شنو تشيف كومبلين وتملي بعدين. يعني مو إلا تجبر المريض يحكي أول شيء تشيف كومبلين قد ما يريد يقولها ببداية أو هو دائما المريض محضر قصة يكررها دائما من يسأله الأطباء. أنت مو سهل إنه تجي تخربطها عليه. زين نختار عادة كوز واحد هو تشيف كومبلين مثلا shortness of breath for 3 weeks duration. هاي حفظوها زين. الديوريشن تنسوها دائما تذكر بس تشيف كومبلين وتنسى الديوريشن. نوبات مو دائما تنجبر على وضع 2 chief complaints ودائما تنسأل من قبل الاكزامينر ليش حطيت 2 chief complaints انباع مبرر لو غير مبرر. مثلا واحد قال لعبان نفس وزواع ايش قد تقلب تجيبه يقول لك هي اثنينات صارن سوى وانا اثنينات جابوني للمستشفى ف نوزي اند فوميتنج فور 3 دايز ماكو مانع بس مو تحط لي جريده 4-5 اسباب. وفي بعض الاحيان ماكو تشيف كومبلين حتقول لي هاي شلون اكو واحد يجي للمستشفى ما عاد تشيف كومبلين حقول لك اي نعم وهواي اسباب تخلي واحد يجي للمستشفى ما عاد تشيف كومبلين. The patient came to receive his second shot of COVID-19 vaccine. صح لا مو صح؟ دخل المستشفى لأن صار بي مثلاً صار عنده ألرجي ودخله. هو جاي ماشي ماشي كمشي. جاي للمستشفى لأن ده يستلم الفاكسين ماته. The patient came to receive her monthly blood transfusion because she has thalassemia major. المريض هو متعود كل شهر يجي يستلم بطل دم. هو بتعده ثلاسيميا ماشي كمشي. ماكو شيء جديد. فهذا المريض ما عنده chief complaint. The patient came to the hospital for his routine annual checkup. ما المانع واحد يجي المستشفى طبعا يمكن تشتغل مستشفى اهلي يجي المريض يجي يابا دق الباب مال المستشفى يابا اني احب صحتي واريد كل سنه اشيك نفسي ما يشكي من شيء او والدته توفت قبل شهرين وهو خاف على نفسه قال شو والدتي كل شيء ما بيها وفجاه تمرضت دخلها تشيك مثلا. The patient came to the consultation room to screen for communicable disease as a requirement to open his new restaurant. ها هو يجون للاستشاري يا دكتور انا دا افتح مطعم الوزاره قالت لي لازم اسوي هاي التحاليل التاليه على مدباع نفسي بيه لو ما بيه او مريض دا يذبوه بالسجن. من يذبوه بالسجن لازم ينفحص يسموها الامراض الساريه والانتقاليه اذا بيه هيباتيتس بي اذا بيه قمل اذا بيه سكن كونديشن معديه هاي لازم يعزلوه وهكذا. History of present tense. صدقوني هذا جدا جدا صعب. ولهذا اكو فل رينج مال درجات حنقدر نعطيها للطالب. يجي الطالب يقول ليش طيتوني 80؟ انا فل. لا الهيستوري اوف بريزنت الناس مثل الشعر. واحد يقدر يجيبها شعر من هذا المعلقات وشعر عادي وشعر ركيك وهكذا. كلها صح مو غلط. بس الاسلوب لازم يكون حلو. بصراحة أنتوا يعني هسه أنا بس دا أسوي لكم ملخص. المفروض يكون يعني سيريز يعني كان المفروض مثلا أخذكم كل جمعة وما كان عندي أي مانع بس هيك الامتحان ورا أسبوع يعني عن نقدر عليه. شباب صوتي واضح دا تسمعوني ماكو أي مشاكل تقنية؟ واضح دكتور نسمع جيد. أكو حد عنده سؤال قبل ما نبدي بهاي المسألة؟ أي واحد؟ أكو واحد عنده سؤال شباب؟ دكتور دكتور إذا ماكو chief complaint يعني نكتب there is no chief complaint؟ لا 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 تذكر هاي الجمل اللي حطيت لك إياها حلو تلغي فقرة chief complaint وتحط هي هاي الجمل هاي اللي قبالك هاي. The patient came to receive his second shot of مو تقول the chief complaint is to receive his second shot of لا بس تذكرها تلغي فقرة chief complaint. اوكي اوكي دكتور اوكي دكتور يلا اوكي اوكي دكتور اشكرا. كان بدك تحكي شنو سؤالك؟ دكتور نفس السؤال كان اوكي
هسه نبدي بالهيستوري اوف بريزيدنت. اريد تركيز شويه الله يخليكم لان هذا الموضوع شويه بيه صعوبه. اول شيء الهيستوري اوف بريزيدنت الناس ما بطريقه مثاليه، يعني مثل واحد يقول السلام عليكم دكتور والله اريد في الطريقه تعلمنيها بحيث اقوم اكتب شعر، ماكو ولا حد اللي هو عباره عن شيء فضفاض. لازم تتعلم شلون تكون good at it. Being perfect بهالموضوع شوية صعب. زين هسا احنا بدنا نحكي قصة المريض. عادة نبدي بالrelevant past medical history. حتقول لي يعني شنو relevant past medical history؟ يعني اعطيك مثال، المريض هو diabetic صار له 10 سنين وصار له 5 ايام ما مستلم الانسولين مالته وتخربط. هل من المعقول اني ما اذكر انه هو دايبتك ودوخك واقول لك صار له 5 ايام؟ وانا طبعا انا اخذت الهيستوري اعرف القصه نهايتها شنو، اظل اقول لك بانه المريض قبل 3 ايام بدا يتخربط وشويه شويه وعيه بدا يتخربط وباله هوايه وما ادري شنو، بعدين مات، بعدين ورا 10 دقائق يلا وصل سراب الباس ميديكال هيستوري اقول لك والله المريض دايبتك، وبعدين منه وصل للدراج هيستوري اقول لك المريض والله صار له 5 ايام ما اخذ دواء. مو منطقي، هذا كلام غير منطقي وبالالقاء ممل وغير منتج. فشنو اذا اكو ريليفنت باس ميديكال هيستوري تبدي بي. اوكي نوبات امبورتنت باس سيرجيكال هيستوري، المريض سوى ابندساتيس قبل اسبوعين، شويه صار بها يعني انفكشن بالووند وبقى بالسرير اسبوعين، وراها صار بي تخثر برجله، وراها صار بي بالمونر امبوليزم. زين هل من المعقول انا اقول والله هذا عنده شورتنس اوف بريث واظل احكي واكمل بعدين يلا اقول انه هو كان سوى سيرجري وظل نايم وصار عنده دي في تي؟ لا، اقولها بالسيكونس المنطقي انه والله هذا المريض كان عنده باست سيرجيكال ذا بيشنت اندروينت كوليسيستكتومي 1 ويك اجو افتر ويتش هي ديفلوب كومبليكيشن ان هيز ووند for which he was kept lying in bed for the last several days. After that, the patient developed shortness of breath. القصة صارت حلوة ومفهومة ولوجيك سيكونس. تتفهموني شباب؟ ايه واضح دكتور. اوكي. ورا ما نحكي الامبورتنت ميديكال او امبورتنت، طبعا مو ضروري تكتبها، يجوز ماكو امبورتنت باست ميديكال، ان شاء الله ما لها علاقه باي موضوع، فتبدي بالستوري قبل. اوكي هسه هذا السلايدين الجايات مهمات جدا، واذا استخدمتها سكورك حيعلى جدا فور نو ميديكال ريزن، يعني مجرد هذا طريقه القاء وطريقه انشاء، يعني حتى لو مستواك العلمي مو ذاك القوي حتقدر تحصلك درجات جيده بس من طريقه الالقاء. انتوا صف ثالث هسه مو صف سادس. اسمع ها. The story started 2 weeks ago when the patient developed abdominal pain. وكمل. صفنوا عليها الجملة. بهالطريقة نقدر نبدي القصة. شوفوا الجملة هاي اللغة. This young male was enjoying good health until 1 week ago when he started to have وبدي. خصوصا بالناس اللي كان كل شيء ما بيهم. هاي الجملة حلوة. اغلبكم يستخدم الكليشه، الكليشيه اللي هي the condition started هل قد days ago، كليشه صدقوني الاكزامينر ترى هو هيومن، يعني يمكن انت من ده تحكي انا اصفن يشرد بالي ما اقدر ما تجذب انتباهي اشرد بالي يشرد ما اقدر اركز وياك، ومن ما اركز وياك يمكن اظلمك. طبعا هو مو ده اظلمك، انت من الصين ممل معناته انت هذا ديفكت بالهيستوري مالك، فدائما اجذب انتباه الاكزامينر طبعا، وفيما يخص الحياه العمليه لازم تجذب اللي فوقك بالسلسله الطبيه، من ده تقدم الكيس للاخصائي مالتك لازم تجذب انتباهه. بعد قصص اخرى. The condition dated back 10 years ago when my patient was diagnosed with heart failure based on echo study that was performed after an episode of chest pain for which he was admitted for 5 days in the CCU. Since then, he is experiencing shortness of breath every several months. His last episode happened 10 days ago.
هاي شو كنت نستخدمها؟ هاي دائما تسألون عليها. شون مريض عنده مرض صار له 10 سنين وهذا المرض يروح ويجي عليه كل شهرين 3 شهور وهسه واحدة من الحالات صارت. زين أنا منو تشيف كومبلين؟ تشيف كومبلين هو الديزيز أول ما بدأ. زين تشيف كومبلين هذا أخير واحد دخله للمستشفى؟ لا. وبعد أكو سيناريو أنقص من عنده إنه المريض بهارت فيلير صار له 6 شهور وهو أصلاً شورت أوف بريث ما فد يوم صار يعني طبيعي بس هالثلاث أيام الشورت أوف بريث زادت. هاي شون منو تشوف كومبلين؟ فتستخدم هاي الطريقة. هذا المثال اللي ضربته قبل شوية the condition dated back 10 أو 6 months ago when he has heart failure. Since then he has shortness of breath. In the last 3 days he developed progressive shortness of breath. يعني شلون؟ شلون فرزنا القصة السابقة عن القصة الحالية؟ تبعوا هاي. بس the whole story started 3 months ago when my patient lost her job and started to have intermittent colic abdominal pain. هذا الهيستوري كلش راقي. شنو يعني؟ فهمني انه انت مو مجرد مترجم بالترجم لقصة المريض. انت لا طبيب وده تريد توصل للتشخيص. فحكيت لي القصة بطريقة تفهمني انه تفاهم ليش صار المرض بالمريض. لقيت لي السبب يسموه diagnostic history. اوكي؟ منو عنده سؤال لحد الآن؟ دكتور بس على مود هاي الحالة اللي هسه آخر شيء شرحتها بالنسبة للتشيف كومبلين يعني إيش حنقول لأن هو هذا present illness؟ لا حالة. يعني هذه الكليشة كانت بالنسبة لل present illness زين بالنسبة لل كومبلين لا القبلها. هاي. اي هاي اها اللاست ابيسود هو هذا هو اللي قلنا صارت اها باي اكثر ابيسود فور ويتش هي واز ادميتد 5 دايز اجو سينس ذن هي از اكسبيرينسينج شورتنس اوف بريث. فالحاله الحاليه هي وحده من الابيسودز مال شورتنس اوف بريث. فاقول شورتنس اوف بريث اوف 3 دايز ديوريشن او اذا كان هو اصلا عنده شورتنس اوف بريث بس زادت قولي progressive increase in his shortness of breath over the last 3 days. ها فهمتيها؟ تمام. منو بعد عنده سؤال؟ اوكي. هواي من عندكم من ياخذ هيستوري يلاحظ انه ورا دقيقه خلص الهيستوري. يعني يقول ماكو هيستوري هاي خلص القصه كلها افتهمتها. فأعلمكم طريقة على مود ما تنسون أي شيء أو يعني تأخذون هيستوري وما يخلص. شنو هذا؟ لازم نقسم الهيستوري إلى أقسام. خلينا نباوع شنو هاي الأقسام. المين إيفنت اللي قبله يعني شنو؟ يعني المريض وقع بالسوق. لازم أسأل صار بي قبل السوق. يمكن المريض صار له 3 أيام ما ماكل. المريض يمكن هو epileptic وما ماخذ ادويته صار له 5 أيام ما ماخذ الادويه مالته. ممكن هو قبل دقيقتين طلع خبر ما حلو صار عنده فيزو فيجل اتاك وفقد الوعي. اوكي. يمكن هو قبل يوم ماكل من مكان وسمموه مثلا. اوكي. فدائما ناخذ الهيستوري ما قبل الايفنت بعدين ناخذ الهيستوري مال الايفنت اتسلف. يعني واحد فقد الوعي اقول بانه هو وقع بالقاع, rolling of the eye, biting of his tongue, urinate on himself, loss of control over defecation, وهكذا. Abnormal jerky movement, مثلا إذا صار عنده فيت. هذا the main event in details. أقول صار بين المريض. After the main event, واحد كان عنده يعني loss of consciousness وقعد. من قعد طلع عنده سيفير هدك مثلا او من قعد خوش عيني لاحظ نفسه انه كونفيوز او من قعد لقى فد بروزز بمكان معين يعطي انطباع على انه هي واز هيت باي سمثينج مثلا. اوكي. شباب الوقت مال زوم حيخلص
من ينطفي الزوم أنا وراء 10 دقائق أرتاحه 10 دقائق يريد يشرب ماء يريد يسوي شيء بعدين نبدي زوم ثاني أوكي أول ما يخلص حيبدي وراء 10 دقائق ويجيكم بالجروب أوكي نكمل هسا after the main event شرحناه زين هسا قسمنا هاي تقسيمات أكو تقسيم ثاني اللي هو قبل الادميشن إيش سووا ودوا العشاب ودوا السيد ودوا للممرض عافوا بالبيت حطوا دواء من يمهم after the admission المريض unconscious طببوه بالطوارئ أول ما طوا جلوكوز ووتر صحة هذا هايبوغلاسيميا والله هذا شافوه فيت طوا دايزيبام راحت الاسبازم مالته أوكي المريض كان سيتروك أو بالعكس المريض كان زين مال تشيست بين لا والله بافتر ادميشن صار عنده ام اي وصار عنده أريثمية مثلا يعني قد تكون كومبليكيشن وليس يعني مجرد انه صار زين يمكن صار أسوأ يمكن السيمتومز زادت هاي صعبة عليكم اللي هو الامبورتنت نيجاتيف شنو يعني الامبورتنت نيجاتيف يعني المريض مثلا عنده فينوس ثرومبوسيس كملت انا دا احكي القصة مالته اقول there is no shortage of breath يعني دا اقول لك بين الأسطر دا اقول لك انه انا اعرف اكو شيء اسمه pulmonary embolism قد يحدث وراء الدي في تي بس ترى هذا المريض ما صار عنده هذا الشيء اوكي هاي يسموها important negatives لازم اقولها او المريض صار عنده meningitis اقول there is no fit لان اعرف المeningitis قد يسوي fit واحد صار عنده chest pain اقول there is no sweating لان السويتنج يصير بالام اي قد يكون هذا مجرد simple angina اوكي مفهوم شباب لما مفهوم مفهوم دكتور جيد منو عنده سؤال منو عنده سؤال شباب على الهيستوري اوف بريزنت النس ايه دكتور يعني اذا اجل المريض وقال عندي chest pain وكاف نقدر نقول له حتى نشخص اكثر نقول له يعني شو السبب الاساس اللي خلاك تجي يعني اكثر chest pain لو الكاف وعلى اساس نبدي نشخص الحاله اها دكتوره مو بس هيجي نوبات الحكي مال المريض غير منطقي شلون يعني والله عندي قحه وصار عندي الم قوي جدا ليش جيت لا مو شويه القحه قلقت من عندي جبت علي زين نقدر على أساسها نقول بما أنه هو قلقان أنه من القحة فهي الأكثر يعني ورسن مسوية لحالته أي ممكن ونبدأ الشخص على الكف دائما تشوف كومبلين نحترم كلام المريض أوكي ليش لأن ممنوع علينا نستخدم الكلمات مالتنا يعني ما يصير أقول مثلا ما يصير أقول فرتايجو أنا شخصته لا لازم أقول the patient feels that the surrounding are spinning. Okay. ليش ليش لأن أنت العادة اللي يأخذ الهيستوري هو أصغر واحد بال chain مال knowledge. فما معقول أنت تسوين decisions. أنت تعطينا المعلومة مثل ما هي. واللي سمعت هو قد يسوي decision. Okay. تمام. ماشي. بعد منو عنده سؤال؟ عندي سؤال شباب دكتور عادي تكون تشوفكم بين هبوط والضغط نيجاتيف وهايبر هيمشن يعني شفت اكتب او لا بالنسبه للي مالته اسمه ايباد اول شيء لا تكتبين ايباد كتبي اسمك عم بعرف انت منو وثاني شيء بالحضور ما حيسجل اسمك فلازم تغيرين اسمك لا ما يصير اقول هايبرتنشن او ما يصير اقول فتشي اني قسته ابو هو من شنو يشكي هدك صار عنده اوكي قد يجي للاستشاريه كل شيء مبي وقايز ضغطه ولقاه عالي وجاج اي ممكن اقول the patient came to the consultation room worried about his high blood pressure that is measured by a home device اي نعم ممكن مفهوم نعم دكتور شكرا اهلا بك بعد دكتور إذا كان البيشنت مسوي تحاليل أو مسوي investigations يعني إذا نذكرهن نحتاج نذكرهن سؤال ممتاز ممكن المريض هسه دتبعون هاي السالفة الجديدة مع النخبة والأوائل طبعا هي في شيء كله جيد
إنه واحد يشيك نفسه كل مدة قليلة، فممكن سوى وطلع له هيباتيتس بي، والهيباتيتس بي أسيمتوماتيك في بعض الأحيان. فنعم ممكن المريض patient came after routine checkup and found to have hepatitis B positive. اوكي اي نعم ممكن chief complaint هو عبارة عن investigation. اوكي اوكي دكتور تمام دكتور. اوكي منو بعد عنده سؤال؟ العفو دكتور زين the present of illness راح يكتب لنا بس يكتب مثلا asymptomatic لو يقدر يشرح له يعني السالفة كاملة. فهم سؤال ممتاز جدا. مثلا ليش اقول لك هو history of present illness مثل الشعر ما بي قاعدة اقدر امشيك عليه. فمثلا المريض اللي صار به هيباتيتس بي هاني ابدي انطي history relevant للهيباتيتس بي. شنو يعني؟ المريض كوش ما يشكي. اقول my patient came to the hospital because he is worried about his positive hepatitis B serology done as a routine investigation by the patient himself. The patient report that he received blood during the war in the 80s. Ah, فهمتها؟ يعني اخذت history وطلع ماخذ blood ايام الثمانينات. فاغلب الظن هو هذا السورس. فهمت شنو القصة مو؟ نعم نعم دكتور. زين وإذا مثلا ما أخذ أي شيء وهو كل شيء ميد يعني لا ما أخذ بلاد لا هاي وما يدري منين جاء. عم سؤال جيد جدا. هنا يجيك الامبورتنت نيجاتيف. شنو هي الامبورتنت نيجاتيف؟ أخذت الهيستوري كله نيجاتيف. شو أكتب؟ The patient do not report doing venesection. The patient do not report having any needle prick. The patient have no positive family history of a patient with hepatitis B. The patient claims that he has no extramarital relationship. The patient says that his wife is checked also and she has negative serology. فهمت شلون؟ ندور على السبب والسبب ما موجود بس انا بدي افهم المقابل انه انا دورت على النقاط التاليه. فهمتها مو؟ واضح واضح دكتور. فاطمة صالح بس ادي المايك مالتك. اي بعد منو عنده سؤال؟ دكتور بس عندي دكتور يعني الامبورتد نيجاتيف بس بهاي الحالات مهمة لو شلون يعني اعرف شو بدي اكتبها ولا يعني انت تقييمك كطبيبة تقولين الامبورتد نيجاتيف شنو؟ الدكتور سأل سؤال حلو على سالفة الهيباتيتس بي وهذا الجواب مالتها ابغى على الامبورتد نيجاتيف. اوكي واذا عندي سؤال سبيسيفيك عم بقدر اجاوبك. تمام دكتور. دكتور بس عمود المثال مال هايبرتنشن يعني من قلت انه نكتب بتشيف كومبلين هاي بلاد بريشر اذا هو كان قايسه بالبيت يعني أي. زين احنا نذكر انه هو يعني قاسه بالبيت انه طلع انه هاي يعني هاي كلها نذكرها بالتشيف كومبلين؟ لا مو تشيف كومبلين ماكو تشيف كومبلين مو قلنا يعني ماكو ما نكتب ها اي نعم تمام اوكي بعد دكتور اذا شخص معين مثلا هو من راسه وجعه يعتقد انه هو عنده ضغط واجي يقول انا ضغطه صاعد بس هو بالحقيقه مو ضغطه صاعد احنا شكله بتشوفكم لما ما يصير تكتب ضغطه بعد تقول patient complaining from headache حتى لو قال حتى لو المريض قال انه انا جاي لانه عندي ارتفاع بالضغط اعتقاده الشخص. شكرا أوكي. دكتور الاكونت مالته نقطتين هذا هم يعني غير اسمه. اوكي شباب بقى دقيقه واحده ويخلص ال 40 دقيقه المسموح لنا بالزوم. ها هي ناخذ لنا راحه شويونه الساعه 10 نبدي بالمحاضره الثانيه اذا انتم رايدين تريدون لو ما تريدون. اي دكتور اي دكتور اوكي بهالدقيقه الباقيه كل واحد يدز رساله يكتب اسمه على مود الحضور. اوكي الان كلكم دزوا رساله كتبوا اسمكم كاملا مثل ما مكتوب عند العماده الان.